بابا الحبيب ديالي، كتسمع هاد الميساج ياك؟ يعني انا ميتة، كنتمنى وانت كتسمعني تكون راضي عليا. بابا بغيتك تسمح لي، انا عارفه راسي غلطت بزاف في حقك. بابا انا غلطت مع خالي، ولد الناس واخا كان كيستغلني بزاف، وباش ما نحشمش بيك خالد غادي يديني عند خناتة مين كتب ومت. عافاك ترحم عليا يا بابا، اجي زورني في قبري، انا ديما كنبغيك وغنبقى ديما نبغيك. عارفه كتقول ليا ما كان خاصني حتى خير، ولكن يا بابا الوقت خايبه وانت ضريف بزاف، كنتي كتثق في كل شيء حتى في صاحبك عزوز، كنتي كتخليني معاه في القهوه، كان كيدخلني لواحد البيت وكيتكرفس عليا، ما كنتش كنفهم حيت كنت باقا صغيره. ويلا كتاب وعشت بابا، هاد الميساج اصلا ما غتسمعوش، غنبقى على خالد حتى نتزوجو ونولو ولدنا، وغادي نسميه على سميتك علي، ونردو الفلوس كاع اللي سرقناها، كاع الفلوس اللي سرقتها غنردوها، ونعيشو حياتنا كيف ما باغيين. وعزوز انا عمرني ما نسمح ليه، عمرني ما نسمح ليها بابا. عرفتي يا بابا الا عشت نسمع هاد الاوديو وغنبقى نضحك ونقول ناري انا، واش انا حمقه كنت غنصيفط لبابا هاد الاوديو؟ انا حمقه، لا لا ما غنصيفطش لك هاد الاوديو. Yeah.